السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا فريق وحدة دمج التكنولوجي أكاديمية مايكروسوفت مركز التطوير التكنولوجي دمياط، ولقائنا اللي بيتجدد مع حضراتكم كل يوم أربع الساعة 8 وهيستمر بإذن الله على طول. بجدد التهنئة لكل زملائنا اللي حصلوا على MI Expert 2023، وطبعا من ضمن الناس اللي حصلوا على اللقب كل أعضاء فريق وحدة دمج التكنولوجي، مبروك للجميع وإن شاء الله دايما في تقدم بإذن الله. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا إحنا نبني بإيدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، مفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي بحياتك انت عارفه رسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. بصراحة هو جميل جدا، ده الاحتفال بالفريق، لكن الاحتفال بيكم هيبقى حاجة يعني اوفر كمان ان شاء الله بإذن الله. بجد نجلاء رائع، يعني بجد جميل جدا، وشعش يعني خلاني كده اتحمست جدا. انا عجبهم زي ما عجبني بصراحة جدا جدا. بعد شكرا لك يا حبيبتي. تمام يا حبيبتي، تبدأي انت بقى الكلام. اعضاء الفريق عايزين يقولوا لحضراتكم حاجه بمناسبه الفوز في لقب معلم مبدع كبير. عايزه اقول لحضراتكم ان عدد مبدعي مصر السنه دي 1600 وتقريبا 70، السنه اللي فاتت كان 500 وحاجه بسيطه، اظن الفرق واضح جدا. نتمنى ان يكون يعني لينا ولو يعني جزء صغير من يعني التدخل في الموضوع في العدد الكبير الحلو ده. دمياط تقريبا العدد وصل لحد دلوقتي، يعني انا في ناس لسه ما سجلتش، بس في دمياط عندنا وصل العدد ل 125، كان 34، فالحمد لله. احنا بنحتفل اكتر بانه الحمد لله في ناس كتير حبت الموضوع وحست باهميته، وعشان كده فريق وحدة دمج التكنولوجي كان لازم النهارده يقولوا حاجه، عشان هم ناس يعني تعبوا كتير قوي عشان نوصل لكده. اتفضلي يا مس نجلاء. السلام عليكم ورحمه الله ميرفت. بجد يعني مايكروسوفت من زمان، انت عارفه ان هم بجد بيدعمونا على طول، ومستر محمود ناصف ومركز التطوير بقياده الاستاذ عادل والاستاذ الشربيني، وانت يا ميرفت بجد عم تعملي شغل يعني ما اقدرش اعلق عليه، وما اقدرش اقول قد ايه انت قائد ناجح يعني، وقد ايه بتديري كل حاجه بشكل رهيب، حتى اللي بيكسل فينا شويه بتزق فيه، ويعني بتفضلي تشجعي، ويعني بجد يعني ليك الفضل بعد ربنا، انت والقيادات اللي انا قلت عليها من اول، المستر محمود ناصف، مستر عادل، مستر شربيني، والفريق الجميل اللي انا يعني سعيده ان انا اكون من بينهم. بجد دايما بنشد بعض الحمد لله، ويعني ما فيش كلام اقوله اكتر من ان شغل مايكروسوفت اصلا مش مجرد حاجه كده وخلاص، لا هو فعلا ساعدني انا شخصيا كمدرسه ايام ما كنت مدرسه، والوقت كموجهه مع مدرسيني، بيعمل شغل كويس جدا فعلا، بيواكب كل حاجه، ومش عايزه اطول اكتر من كده، انا مش محتاجه ان انا اشعر يعني في البرامج اللي احنا بنتعامل معاها. وشكرا لكل المجهود اللي انا شايفاه، والف مبروك والف مليون مبروك لكل مبدعين محافظه دمياط وكل مبدعين مصر، ويا رب محافظه دمياط كده تبقى رقم واحد ان شاء الله على الجمهوريه باذن الله. شكرا يا مريم. شكرا لك يا مس نجلاء. هنمشي كده بترتيب الكتابه. مس امنيه اتفضلي. السلام عليكم، ازيك يا مس؟ زيكم كلكم طبعا، الف مبروك للجميع يعني بالحدث المهم ده، اللي فعلا السنه دي بان قد ايه الناس اهتمت قوي عن قبل كده يعني. طبعا مهما اتكلمت، انا كوني جزء من الفريق ده يعني شرف، و
حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي وبالنسبة وكل الناس اللي حواليا حاسين ده. طبعا مشاركتنا في حدث مهم زي ده وان احنا كلنا بصمة وعلامة فيه، ده ما جاش من فراغ، ده وراه ناس وجنود مجهولين يعني من اول زي ما مس نجلاء قالت، يعني بصراحة الواحد مش لاقي كلام يقوله، من اول مستر محمود وتشجيعه لنا ومستر عادل ورعايته وقيادته الفريق، وبعدين حضرتك احنا بنعتبرك أيقونة النجاح بالنسبة لنا. يعني زي ما مس نجلاء برضو قالت لا ما بتسيبش حد فينا يكسل ولا حد يعني الحمد لله مش حد كده ولا حد ضعيف ولا حد متكاسل، كلنا بنكمل بعض وما شاء الله عليهم يعني. وان شاء الله كل سنة تكون دمياط في مركز اول ويكون العدد كل سنة اكبر من السنة اللي قبلها ان شاء الله. والف مبروك وشكرا لك يا مس ميرف. شكرا يا امنية. تسلم يا رب. رانيا تفضلي. رانيا هاي مس رانيا محمد فايق تفضلي. رانيا معانا؟ طيب لحد ما تيجي رانيا ميسة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مش هقدر اقول اكتر من اللي اتقال من مس نجلاء ومس امنية، بس بجد انا سعيدة اني اكون ضمن فريق متميز زي فريق وحدة الدمج التكنولوجي التابع لمركز التطوير التكنولوجي بدمياط. سعيدة اني اكون عضو في مبادرة معا لاعداد معلم مبدع خبير واللي اطلقها دكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم برعاية مركز التطوير ومستر عادل شميس وفريق وحدة الدمج التكنولوجي بقيادة مس ميرفت رمزي. سعيدة أكتر بنتائج اللي وصلنا لها وأعداد المعلمين المبدعين السنة دي واللي فاق توقعاتنا بصراحة، ويا رب مزيد من التفوق للجميع وإن شاء الله هنستمر معاكم دايما. شكرا مايكروسوفت برعاية مستر محمود ناصف، وألف شكر لكل المعلمين المبدعين بمصر والعالم العربي، وألف ألف مبروك. شكرا لحضرتك يا مس ميرفت انك اديتيني الفرصه اني اتكلم مع الناس في يوم مميز زي ده، الف شكر لحضرتك. شكرا لك يا ميسه وشكرا لكل الزملاء على ابداعهم الدائم. مس رانيا معانا؟ رانيا؟ طيب مستر محمد عبد الفتاح خلف اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مس ميرفت؟ يعني شكرا جدا لحضرتك وكل الفريق بتاعنا، وحابب ان انا اشكر مايكروسوفت ومستر محمود ناصف على ثقتهم الكبيره جدا بالفريق، وحابب ان انا اهني نفسي اولا وهني نفسي بعد كده على العدد اللي احنا الحمد لله والانجاز الكبير اللي انا شايفه حاجة مميزة جدا بالنسبة لنا كمحافظة. عدد الموجودين او المعلمين فيها مش كبير قوي زي المحافظات التانية. العدد بسم الله ما شاء الله زاد، الحمد لله احنا حاطين الناس على الطريق، وطبعا احنا كلنا بنبتغي وجه الله، يعني احنا مش بناخد اي مقابل من العمل اللي بنقوم به. كلمة شكرا او كلمة او حتى المنشن او حتى لو رسالة شكر على اي حاجة احنا عملناها ديت هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا وبتدخل علينا السعادة، ودي هي فعلا هي الحاجة اللي بناخدها من الموضوع ده كله. فحابب ان انا اشكر حضرتك على قيادتك الجميلة جدا في الفريق، ومستر عادل ومستر شربيني وكل الناس اللي قايمة على فريق وحدة الدمج، وكمان زمايلي المدربين الرائعين اللي الواحد بيستفيد منهم كتير قبل ما اكون ان انا زميلهم. وكمان عايز اهني كل اللي فاز معانا في المسابقة السنة دي، وبقول اللي لم يحالفوا الحظ الفرصة ان شاء الله جاية باذن الله في شهر 11، ونتمنى ان كمان ان الاعداد تزيد اكتر واكتر واكتر بحيث ان احنا نبقى كلنا معلمين مبدعين حاصلين على شهادة من مايكروسوفت بتفيد ان احنا نقدر نستخدم التكنولوجي في عملية التعليم، وكمان حتى مع اولادنا بغض النظر ان هي هتفيدنا في المدرسة في المقام الاول، لا هي كمان بتقول ان انا مدرس او معلم اقدر استخدم التكنولوجي استخدام جيد واوظفها علشان اواكب سوق العمل في الفترة اللي جاية، اللي زي ما احنا شايفين ان الدنيا كلها بتتغير دلوقتي، بقت برمجة وبقت ذكاء اصطناعي. فهو ده بداية الطريق، والفوز بمعلم مبدع خبير هي مش نهاية الطريق، لا ده هي بالعكس بداية الطريق.
وطبعا حضرتك هتقول لنا كل الكلام ده في المحاضرة، فحابب ان انا اشكرك واشكر كل الناس، ومليون مليون مليون مبروك، واشوفكم دايما على خير باذن الله. شكرا يا مستر. شكرا مستر محمد. ميس رانيا جيتي ولا لسه؟ حد يكلمها يا جماعة. اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الأساتذة الموجودين معانا. بحب أبارك لكم كلكم ألف ألف مبروك على فوزكم بلقب المعلم المبدع الخبير السنة دي، وإن شاء الله مش هتكون أول سنة، إن شاء الله سنوات جاية، وكل سنة هنحس إن إحنا عملنا حاجة أكتر واستفدنا أكتر، والموضوع بالنسبة لنا هيبقى سهل وممتع في نفس الوقت. طبعا حابة أشكر جدا 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 مس ميرفت. مس ميرفت مش بس مع المتدربين ومعانا إحنا، كلنا تلامذتها، وبنشكرها على كل الدعم اللي هي بتقدمه لنا دايما، والتشجيع والرفع من الروح المعنوية. شكرا لحضرتك جدا يا مس ميرفت على كل الحاجات الحلوة دي. شكرا برضو لقائدنا مستر عادل شميس، دايما داعم لينا وبيشجعنا. برضو عايزة أقول لكل الأساتذة اللي معنا النهاردة إن هتستفيدوا كتير، هتحسوا إن انتوا عملتوا لنفسكم تطوير مهني، إن ما بقيناش زي أي معلم وخلاص بيخش الفصل يشرح الدرس وبس، لا احنا عندنا كمان إمكانيات ومهارات تانية بتؤهلنا إن احنا نكون إن شاء الله متميزين، وكمان إن احنا ننقل خبراتنا دي لزمايلنا بحيث إن احنا نساعد في تطوير المجتمع التعليمي ككل. أحب أبارك لكم كلكم مرة تانية، وشكرا على وجودكم معنا، وإن شاء الله نفضل مع بعض على طول في إطار إن احنا بنساعد بعض وبندعم بعض علشان نكون من أحسن لأحسن إن شاء الله. شكرا. شكرا يا رانيا، ألف شكرا على الكلام الجميل ده. مس نهى ماضي اتفضلي. السلام عليكم. برحب بكم جميعا، واهلا وسهلا بكم. انتوا دلوقتي يعني تعتبروا جزء مننا. كل اللي فاز في دمياط ده يعني ايه، انا حاسه ان انا اللي فزت باسم كل واحد فيكم، في كل مره حد فيكم فاز فيها فرحتونا، وأتمنى أن أنتوا تستفيدوا مننا كمان وكمان. حابة أشكركم على مجهودكم، لأن إحنا عارفين أن التقديم أول مرة مش سهل، وأنتوا عملتوا حاجة عظيمة وفزتم بحاجة جميلة جدا في السي في بتاعكم، دي حاجة يعني جميلة جدا. ده شكري لحضراتكم. أحب أشكر بقى أساتذتي واللي ساعدونا أن إحنا كمان نبقى نساعدكم. أشكر أول حد طبعاً مس ميرفت، لأن هي أول حد وقف جنبي وأول حد ألهمني. أنا أول ما شفت مس ميرفت قلت أنا عايزة في يوم من الأيام أبقى زيها وأعمل فرق وأعمل أسيب أثر. إحنا كلنا مدرسين وكلنا معلمين ومربيين، اللي نقدر نسيبه إن إحنا نسيب أثر، سواء في زمايلنا سواء في طلابنا. مس ميرفت بتسيب أثر أكبر، لأن هي بتدرب المدربين وبتدرب المدرسين اللي بتركوا أثر في الطلاب وبيأثروا في الطلاب. أتمنى أن كل ده يكون في ميزان حسناتها وفي ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله، لما تستغلوا العلم اللي انتوا تعلمتوه الفترة اللي فاتت واللي هتتعلموه الفترات الجاية مع طلابكم. أحب أشكر مستر محمود ناصف، لأنه بجد يعني فعلا أب لكل المبدعين في مصر. وأشكر مستر عادل الأب الروحي لفريق وحدة الدمج التكنولوجي، لأن هو اللي دعمنا في كل حاجة فعلا فعلا، يعني دعمنا كتير جدا جدا. وأشكر مستر الشربيني على دوره معانا، وأشكر كل اللي بيساعدنا سواء إنه ينشر الفكرة، إنه يشير بوست، إنه يشير شهادته. وأتمنى إن شاء الله تكون سنة سعيدة، وتشجعوا زمايلكم كمان إن هم يدخلوا إن شاء الله في الراوند الجاي. وأتمنى دمياط كلها، كل مدرسين دمياط يكونوا MIEs. وشكرا لكم، طولت عليكم. شكرا يا نهى. احنا عايزين كل مدرسين مصر مش كل مدرسين دمياط، وخصوصا اللي بيحضروا معانا يبقوا MIE experts، ويا رب كمان يبقوا اكتر من كده. شكرا. انا انانيه. دمياط الاول.
طبيعتي الأول. تمام. مش هدى تفضلي. آخر عضو انضم لفريقنا، تفضلي يا مس هدى. شكرا لحضرتك يا مس مرسي. بهني السادة المتدربين معانا وبقول لهم ألف ألف مبروك، رحت لكم على اللقب السنة دي، وبهني نفسي معاكم لانضمامي كعضو في فريق وحدة الدمج التكنولوجي، وبشكر ودايما بقول معلمتي وأفتخر أستاذة ميرفت رمزي، وطبعا أستاذة نوها أخذت الكلام مني، يعني اللي كنت عايزة أقوله الأستاذة ميرفت، حقيقي أستاذة ميرفت وقفت جنبنا كلنا وبتاخد بإيد أي حد، وبتحب قوي المعلم الفعال المبدع المتطلع وبتشجعه. بشكرك جدا يا ميت ميرفت على كل حاجة عملتها معايا وعملتها مع كل الفريق والسادة المتدربين، لأن حضرتك أي حد بيدخل خاص وبتفضل قاعدة معاه وبتعمل له ميتنج خاص وبتبتدي تشوف هو عايز إيه علشان تاخد بإيده ويحصل على اللقب. بشكر طبعا أستاذ عادل وأستاذ ميرفت على الثقة طبعا الدهاري، يا رب أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله، وبشكر الأب الروحي أستاذ محمود ناصف على كل اللي عمله معانا، وبجد أنا سعيدة قوي لحصولي على اللقب السنة دي وأنا معاكم في الفريق. شكرا لكم. شكرا يا هدى. وكل حد بيبقى معانا في الفريق بيكون إضافة كبيرة للفريق، وطبعا احنا مش هنكتفي بكده بس، احنا اكيد كل فترة هيبقى فيه مدربين جدد هينضموا الينا من المبدعين الخبراء اللي دخلوا اخذوا اكسبيرت واصبحوا عندهم دراية كافية بانه ازاي انقل المعلومة بشكل جيد عشان تؤثر وتسيب اثر. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه رسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها متعب شوية.